الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان مركز كحسن عوكي أو كمدة مركز إذا كي يلدك مدى وجه على لغونا برتو حفتي قرآن كريم كا أي مناسبة حديثان كسنة دوسيات كو قبتي عرضي دا وحكا برتا مركز كني وحنا مناسبة حديثان كسنة دوسيات كلاس وقايب قلي دوها وسهر دا دينتي وقافتا دك مدى وجه على قار كمدة معلمين دا وحكا دي مدرسة كي يلدك مدى وجه على عرضي يقو مناسبة دا نلو قبتا يسكو جري رقيا دمر والدين يا علماء مناسبة دا نيا ينتي أي سعوتي وحي عرضي دا صوبان ديجانا قانتا يكبرتين مركز كا سدوك لو حسقنا قاسكا لما ملاها مركز كحسن عوكي خالي عبد الرشيد يسدوها وسهر دا دينتي وقافتا والدين يا معلمين وحن هذا الذي كمدها كل ما أنت وحين قبرنا وأبا المرين أرضي ذا ينور أبا المرين لا يملك حانك ينور كقاضي يا دور دور يتمرك وحوي أرضي وشن يتمرك عن سين دون شاهدوا يا دور أرضي عن استمارة تبين كيس عن سين دون كل دوسي موقته كل أرضي صدنا كأدم يسي وأنا كرهني وحنا نقول ترى قلنا حفلة جارة يما مسيتان جارة إن أنا يجا أقبلنا أقوم مركا فجارة أنا أقبلنا يجا مركا جيب بنك سين دوننا كل أرضي مركا مدرسة دوسك عصبين إن لا أبا المرين أرضي ذا أمان يرتي على سني لكن كل حفلة ده بلارن أو ترى كل كي قال والد كرمان مركا يم علمت ولا جو ذا الصعدة ينسى كي من دون مدرسة دو مركا اللي بدأ جدين ويش قيسا دو مركا مركا وين نشان تي سوا قالان هذا القرآن تهاي يا هذا تهاي بربارين تعيال كيرير إن مية مركا وحوي هبلبا وحي أخري يان أيا أنا جي يم علمت أنا جو وكيل نقد دانا ونقدر تشوم دانا وحنو دقني جعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي ويبشر المؤمنين كل ما في البيت عندي لا يفي الأم التسعي إن أم هيات فهدو حقو خير بدن وريها إلهي وعن سبقوني بيتنا حفلة دروني بيتنا وقرآن وهذا الكي إلهي وهي ووحوين وهي ما انت حفلة وفر بدن بعالم كجراء ميلا فر بدن بالاسكوه إيمان يا ليل أجر يا أبا المرين لقيه لي وحكم ميشا لسكوه إيمان يا هذا الكي إلهي يو قريها إلهي اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور لدن آذك يا آذك مركز وقيمها بضن الله قبنا إيوه بيتك إلهي سبحانه وتعالى وآه ماشي وقو شرفت بالنيد وهي سينك هو دور قبنه ما أنت الدنيا ذا وحالي سوي مادا حفلة دفر بضن لكن حفلتنا إنو كسوغن هاي قيمه ذا يلا ذا ومي اللغو كري إليه اللغو شرف إيوه اللغو ديهر قرن إيوه تيل كيري راي صبر باري إله سبحانه وتعالى دين تيسين برتان وهي ديهر قرن إيوه وانا كسي قادان حفلة دن قيمها بضن للو قبنا يمسك مركز كنية مدرسة حسن عوكي اذهب إلى فرعون إنه ضغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة إن كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وحنو معظم غير أمام با معمولك يا معلمين تا يا أرضي دا يا والدين تا مركزين حسن عوكي وحنان الإلهي تبارك وتعالى وقبر إيا تذلك أسي أي سميين يا أرضي دا وتيدو دا ينوغا موقتو إن الإلهي تبارك وتعالى ميسانك حسناتك وقدرو يوم الله ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قفل بإلهي تبارك وتعالى وقتها وسبحي أجري حسنات عوكو بدلو وحن ما أنت هلقنا سهولنا من أولى ريال وحفلة دا ينلقى بسنة إنو أرضي دا كتاب إلهي تبارك وتعالى كله وقاضيه الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام قرآن منه رتد وانكسر إذنه وهره بل وانكهل نيك علمه هره موغنه ta haye hooyoyu arurteen diinta barashadeeda kula dadaalaan tiiba quraanka barashadeeda ay kula dadaalaan qof quraanka bartay ma guul dareysanayo oo noqonaya qofka quraanka bartay qof guuleysta ayuu noqonaya mana guul dareysanayo weligii sidaa darteed waxa loo baahan yahay arurteen inay kula dadaashaan barashada quraanka barashada diinta inay kula dadaashaan baa la idinka baahan yahay hablaha yar yar ee quraanka akhriyay duuxooyinka inoo akhriyay ardayga sameeyay bandhigga sameeyay aqooneedna waxaan leeyahay بري وحي نقونيان هويو والد بين نقونيان وين مشغوليان انت انا انت قاعدين ويد واين انت هذا تابل كل خديك تعلينا ومن يقنط منكم
ardayaa nacam imika ee qur-aanka madrasada dhiganaya iskoolka haddii laynooga yeedho waxaa laga yaabaa in mid walba degdeg uu tago halkii ka wanaagsanayd markii laynoogu yeedho in aniga ba iga soo qaado habsan baan ahay imikaan idinka soo daba galay. Dambeyntii waxaa shaadiyo in lagu maamuusay ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaankii laga qaaday oo isugu jiray rag iyo dumar. Geesta kale waxaa abaalmarino la siiyey ardayda kale dhigata qaybaha kale markiska, waxaana abaalmarinaan in shahaadooyinkani guddoonsiiyey ardaydan sanad dugsiyeedka loo soo xidhay siduwaha wasaaradda diinta iyo ooqaafta degmada Wajaale Sheekh Khadar. Wasiid Maxamed Madar, Siid Hanad, Real TV, magaalada ganacsiyeedka degmada Togo Jaale.